بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن جزيئات الثلج. من منكم يعرف ما هذه اللوحة المزخرفة الرائعة؟ قد يظن البعض أنها من صنع رسام ماهر، ولكن الحقيقة أن الذي صنعها هو الله سبحانه وتعالى. أنها تمثل جزيئات ثلج صغيرة جدا بعد تكبيرها مرات كبيرة في التلسكوب. يقول العلماء الذين اكتشفوا هذه التصاميم الرائعة لجزيئات الثلج أنها لا توجد في العالم كله منذ خلقه وحتى الآن جزيئات ثلج متشابهتين، بل كانوا يشوفون كل جزيئات تختلف عن الأخرى، مع العلم أنها كلها مصنوعة من الماء. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: صنع الله الذي أتقن كل شيء، سورة النمل آية 88. صراحة ما نقول على هذا الكلام إلا سبحان الله العظيم. لقد أتقن الله سبحانه وتعالى صنع كل شيء، والله أعلم.